ونبقى في مدينة الذيد وتحديدا في منطقة الطيبة، حيث افتتح صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي رحمه الله بحضور أبناء وذوي الشهيد وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى. في إطار سعي سموه الدائم لتخليد أسماء شهداء الوطن، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في منطقة الطيبة بمدينة الذيد مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي رحمه الله وبحضور أبناء وذوي الشهيد وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى. يصبرك على بلواك بلوانا جميعا، الله يرحمه ويغفر له ويعتني باولاده، الله يبارك فيك واهل بيته. امين. شكرا لك. تعالوا بارك فيك. ما شاء الله. بسم الله بالنبوي. بسم الله. اهلا بسم الله. هذا على محمد. اهلا ما شاء الله. وهذا راشد الصغير. بسم الله. الله يبارك فيك. فور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة أزاح سموه الستار إذانا بالافتتاح الرسمي للمسجد، حيث تفقد سموه أجزاء المسجد الذي بلغت تكلفة إنشائه 21 مليون درهم ويتسع إلى 1850 مصل، وتم تصميمه على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي. كما اطلع سموه على ما يحتويه المسجد من مرافق وخدمات للمصلين. اسم سلطان بن محمد بن هويد يضع كلمة رحمه الله، والدوار كذلك يترحم، وفي المسجد يترحم، وكل من صلى في هذا المسجد يترحم عليه ويدعي إلى أولاده إن شاء الله بالحفظ إن شاء الله. وشيد المسجد على مساحة بلغت قرابة 1830 مترا مربعا، وتعلوه مئذنة يبلغ طولها 72 مترا، ويبلغ قطر القبة الرئيسية ما يقارب 18 مترا، وترتفع عن سطح الأرض ما يقارب 32 مترا، تحيطها مشربيات خشبية تضفي على القبة جمالا أخاذا. ويحمل المسجد اسم الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي رحمه الله الذي استشهد في العام 2015 مسطرا أروع صور التضحية والبطولة في خدمة دينه ووطنه، حتى ارتقى إلى جوار ربه شهيدا خلال أداء واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية الأمل في اليمن. بدورهم أعرب أهل وذو الشهيد عن تقديرهم لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة واهتمامه بأسر الشهداء.